شيء يزعج شرطي المرور. صفر أخذ محمد لأن قال حرامي أنت قلت التجاوزات أو التجاوز 32 نقطة. برافو 115 المجموع الآن. السؤال الثاني كان شيء نلقطه أو نلتقطه 30 نقطة على الشعر محمد. أنت قلت الفينجر والفينجر صفر. مو لا مو نلتقطه يعني نلتقطه ممكن الصورة ممكن ممكن شو يعني ممكن نلتقط أنفاسنا مو نحبسها نلتقطها. ممكن الشعر اللي قاله أنت أنت قلت لك عيده الفينجر. الفينجر هو بالمنقلة نكرفة كرف بتشفتير مو صح. السؤال الثالث كان حيوان إذا ذكرته ذكرت موطنه. قال النمر 20 نقطة. أنت قلت الكنغر. الكنغر وهي أستراليا و... شوف 33 نقطة. 33 نقطة ممتاز. السؤال الرابع كان أشياء يصعب لبسها وأنت تعتزم النوم. قال الملابس الخارجية محمد 28 نقطة. أنت قلت النظارات. نظارات ضعيف الجواب. ضعيف ما له علاقة. شقد كمبيوتر. حلو بطل يا ملك. حلو بطل ها بطل. وانتم من قلت لكم ضعيف خفتوا مو لا لا شون صعبة الله. اذا باخش كثر 21 نقطة. هل يلا ابو جنة يلا ابو جنة راح تقدر تحصلون 200 نقطة يلا ابو جنة يعني اجتهدتوا بال بالبارحة يلا ابو جنى يلا ابو جنى. واليوم من هو ابو جنى ابو جنى ايه الله حلو هذا جنى. السؤال الخامس هل سيجني الربح ابو جنى. يا الله يا الله يا الله حلو هذا الاسم اول مره يا الله يا ابو جنى. السؤال الخامس كان مكان تكتم فيه ضحكتك. قال البيت محمد أخذ 5 نقاط لأنه احتمال ضعيف. أنت قلت الاستديو. يا الله ليش ما قلت العزاء المأتم قاعة الدرس اجتماع مهم زيارة مريض بالمقبرة يعني أكو أماكن ما ممكن واحد يضحك بيها فيكتم الضحكة. أنت قلت الاستديو يعني إحنا ده نضحك يعني أحيانا نضحك بالاستديو نخلص او كذا اضحك انا اضحك دائما بالاستوديو. خلي نشوف ال 179 ايش قد راح تصير ويا الارقام ويا الرقم اللي اعطاك اياه هذا الجواب الاخير. يا الله يلا يا الله يا الله يلا خلي نشوف. واليوم استطاعوا بأجوبتهم أن يحققون الفوز خاصة في مرحلة أسئلة السرعة. فألف ألف مبروك باسمكم أعزائي المشاهدين نهنيهم نبارك لهم بفوزهم الجائزة. وينك توني مبروك الجيراني توني راح يجيب لنا 10 مليون وراح ينهزم قبل ما أهلا توني جاله مبروك. إذن لعائلة الجيراني هذا الفوز ونقول لكم ألف ألف مبروك تحياتنا لكم جميعا. أما أنتم أعزائي المشاهدين تبقون أنتم الجائزة انتظرونا دائما وأبدا. أنا كنت معكم دائما وأبدا أخوكم جواد شكرتي. انتظروني دائما في حلقات قادمة وإلى اللقاء تصبحون على خير. مع السلامة.